هو عثمان من أربيل. أهلا بك سيد عثمان. أهلا وسهلا. سيد عثمان، يقال أن واقع الصحافة في العراق ينطبق عليه هذه المعادلة: هامش مرتفع من الحرية يقابله أيضا هامش عالم من المضايقات وبالتالي استهدافات للصحفيين. هل هذا هو حقيقة واقع الصحافة العراقية؟ طبعا وجود هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام في العراق اليوم يفرض نوع من هامش من الحرية بالنسبة للصحفي، ولكن بنفس الوقت الحرية وحدها لا تكفي. الصحفي بحاجة إلى أولا نوع من الأمان لتمكنه من ممارسة عمله الصحفي بدون مضايقات من السلطات أو من الحكومة وما إلى ذلك، وبدون أن تجري عمليات انتقام ضده إذا قام بكشف فساد ما أو إساءة لاستخدام السلطة. والشق الآخر من الأداة الأخرى التي يحتاجها الصحفي هو أن يضمن له القانون الحق في الحصول على المعلومة. ليس فقط الصحفي، كل مواطن عراقي له الحق في الحصول على المعلومة. ما نراه اليوم أولا عدم وجود فهم كعام بشكل عام عند الجهاز التنفيذي لدور الصحافة وحتى بين الأجهزة الأمنية. دائما الصحفي، أنا مرات أتجول في بغداد أحمل كاميرا بسيطة أحاول أن ألتقط صور لبعض الأبنية الأثرية، أو مع بعض الأصدقاء نحاول أن نلتقط صور تذكارية. ما أن نرفع الكاميرا يأتينا الشرطي أو رجل الأمن يقول لنا هذا غير مسموح، ممنوع. ليش ممنوع؟ ما حد يعرف بغياب هذا. طبعا هذا جانب. الجانب الآخر هو عدم وجود قانون جيد يتوالى مع روح العصر اليوم، ويضمن لكل عراقي وكل صحفي الحق في الحصول على أي معلومة يريدها. في طبعا في طالما لم تؤذي الآخرين بهذه المعلومة، طبعا الآخرين الناس العاديين وليس المسؤولين الحكوميين. يعني من المعيب صراحة في العراق أن نرى أن عدد صحفيين بحسب النقابات هو فوق 20,000 صحفي، وإحصائيات العالمية الموجودة اليوم هي تضع العراق في المراتب الأولى من الفساد، في من المراتب العالية في الفساد في العالم. ماذا نعم. أتساءل دائما ماذا تفعل الصحافة وماذا يفعل الصحفيين. نعم، سنأتي على ذكر العلاقة بين يعني بين الصحافة والسلطة السياسية. سيد، أتيت على ذكر أهمية امتلاك المعلومة، يعني كل مناخ الحرية والديمقراطية الذي يتغنى بها الصحافة اليوم في العراق تنقصه يعني حق امتلاك المعلومة، يعني الذي سقط أو أهمله المشرع لا أدري عن قصد أو عن غير قصد، يعني عندما سن الدستور. يعني هل هناك أي تحرك تنون القيام به أنتم كنقابة كصحفيين لحث المشرع على يعني تشريع هذا القانون؟ نعم، لا توجد أي، توجد الآن بعض المسودات في البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان، كلاها ليس في المستوى المطلوب بأي شكل من الأشكال. يعني هي تقريبا على شاكلة قانون حماية الصحفيين الغير جيد بصراحة، الذي يحمي الحكومة من الصحافة ولا يحمي الصحفيين. هذا واحد. أما بالنسبة لي أنا لست عضوا في النقابة أو في أي نقابة أخرى اللي يقوم بهذه التحركات. ما نقوم به هو كسلاحنا هو القلم، طبعا نكتب عن هذا الموضوع باستمرار في الصحافة العراقية وفي الصحافة العربية والكردية، ونحاول نتكلم مع المعنيين بهذا الشأن ونحاول أن نقنعهم. أعتقد المشكلة الحقيقية هنا هو عدم فهم دور المعلومة اليوم في العالم الجديد. ماذا الثورة المعلوماتية التي تحصل حولنا وفي العالم، الثورة التقنية التي سهلت من عملية الحصول على المعلومة للجميع، وإن لم تقم السلطة السلطات أو الحكومة بالتعامل الدقيق والصحيح مع المعلومة، قد يعني يكون عواقب هذا الأمر سيء جدا بالنسبة لها. يعني رأينا جميعا في مصر، نرى ما يجري اليوم في سوريا وفي البلدان الأخرى. نعم سيدي، ربما يكون هذا يعني هذا الموضوع ينطبق على القول بأن الفساد الإداري والمالي بمختلف أشكاله ينمو في أجواء من النظم السياسية التي تحجب المعلومة عن الصحفي. برأيك حيث يعني نقل المعلومة حيث تغيب المكاشفة وتتوارى المساءلة، هذا ينطبق على واقع العراق؟
بالتأكيد أنا أطلب لو أتينا بخارطة للعالم ونظرنا إلى البلدان التي تعتبر بحسب مع المعايير الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحترمة المختلفة حول الشفافية وانعدام الفساد، نرى أن جميع هذه البلدان لديها قوانين صارمة وقوانين دقيقة تضمن لكل مواطن في هذه البلدان الحق في الحصول على المعلومة. وبالعكس لو نظرنا إلى البلدان الأكثر فسادا في العالم نرى عدم وجود هذه القوانين. البلد العربي الوحيد اليوم في العالم العربي على سبيل المثال هو الأردن الذي لديه قانون يكفل للجميع الحق في الحصول على المعلومة، لكن بنفس الوقت طبعا يتعارض القانون مع قانون الخدمة المدنية الذي يفرض على جميع الموظفين عدم الإفشاء بأسرار هي ليست من المفروض أن تكون أسرار وإنما هي معلومات تهم المواطن العراقي. أنا كمواطن عراقي يهمني اليوم أن أعرف ماذا يحصل للثروة النفطية في البلاد في بغداد وفي إقليم كردستان على حد سواء، لكل مواطن الحق في معرفة ذلك، ولكن الأمر أصبح صعبا جدا. ما تعاطاه على سبيل المثال في أربيل اليوم بعض صحفينا يقولون من السهولة بمكان نحصل على معلومات من جهاز المخابرات في الإقليم المعروف باسم باراستن، ولكن أسهل الحصول على المعلومات من جهاز باراستن هو أسهل من الحصول على المعلومات من وزارة الموارد المائية في الإقليم، الموارد الطبيعية في الإقليم. نعم، سؤال أخير وباختصار سيد عثمان، يقال بأن الصحافة الناجحة هي تلك التي لا تخضع لصانع القرار السياسي، وأن درجة الفصل بين الاثنين هي التي تتحكم بصدقية وفاعلية الصحافة، والعكس صحيح تماما. برأيك هل يمكن أن نصل إلى هذا النوع من الاستقلالية في الصحافة في العراق؟ أعتقد بزيادة استثمار القطاع الخاص في الصحافة نتمكن، قد نستطيع الوصول إلى ذلك. طبعا مثال جيد هو السومرية، أو بالتحديد السومرية نيوز، تعتبر من أحد أفضل مراكز المعلومة للعراق، وخاصة بعد يعني بوجود الأخ الصديق نبيل الخوري كرئيس تحرير للسومرية نيوز، تمكنوا من كشف الكثير من الملفات التي لم تتمكن الصحافة المنتمية أو المرتبطة بالأحزاب السياسية أو بالأدوات الأجهزة الحكومية من كشفها، وبهذا أصبحت أداة مثل السومرية، وسيلة الإعلامية مثل السومرية كوسيلة إعلامية معتمدة لدى الكثير من العراقيين، وذلك أعتقد بسبب وجود استثمار القطاع الخاص فيها وابتعادها عن الأجندات السياسية لهذا وذاك. وجود رأينا الاحتفالية التي جرت على سبيل المثال في الاحتفالا بحرية الصحافة، أعتقد بعيوم الصحافة العراقية ووجود رئيس الوزراء، أعتقد هذا لم يكن مفيدا ولا يعطي صورة جيدة للعراق أمام العالم، لأنه هناك أي صورة إيجابية نتحدث عنها العراق، والعراق هو في المرتبة الرابعة والخامسة في الفساد في العالم. وصلت الفكرة. الكاتب الصحفي هو عثمان من أربيل، شكرا جزيلا لك.